بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نحل مثال 2 الموجود في صفحة 31. يقول توقع إذا كان هناك رسب لكبريتات الباريوم عند إضافة نص لتر من محلول نيترات الباريوم تركيزه 2/1000 مول لكل لتر إلى نص لتر من محلول كبريتات الصوديوم تركيزه 8/1000 مول لكل لتر لتكوين محلول حجمه 1 لتر، علما بأن الكي اس بي بيساوي 1.1 في 10 أس سالب 11. هنا كاتبين خطوات الحل وهنطبقها حالا في المثال ده وفي أي مثال تاني نفس الخطوات، خطوات ثابتة سهل علينا نحل أي مثال بدون أي أخطاء. نشوف هنا تاني المعطيات، بالتالي هو تركيز كبريتات الباريوم نيترات الباريوم كان تركيزها مول لكل لتر او مولر اللي كان الحجم باللتر بنص لتر، وهنا تركيز كبريتات الصوديوم مولر كان الحجم بتاعها نص كام لتر. تمام، الحجم الكلي بعد الخلط كان 1 لتر. دي المعطيات. شوف اول خطوة في الحل ان انا هكتب المعادلة الكيميائية لتفكك الملح شحيح الذوبان اللي هو كبريتات الباريوم BaSO4 تمام. طيب مطلوب مني ان انا احسب تركيز كاتيونات الباريوم وتركيز انيونات الكبريتات. انا هقسم الصفحه كده، هحسب هنا تركيز الباريوم واحسب هنا تركيز الكبريتات واضربهم واعوض في معادله الكيو اللي هي الحاصل الايوني واحسب هيطلع رقم، اقارنه مع الكي اس بي واشوف هيحصل رسب في ترسيب ولا مفيش. تمام، ازاي احسب بقى تركيز الباريوم؟ قبل ما نشوف الخطوات هنعمل كده معادلة للإيضاح ولكن هتسهل علينا كتير. نشوف الباريوم ده جاي منين أصلا؟ جاي من نيترات الباريوم بي اي. هكتب معادلة كده لتفككه للإيضاح. لو هنا تركيزه اكس ده تركيزه اكس ده تركيزه 2 اكس، ده عدد مولاته ان، ده عدد مولاته ان، يبقى عدد مولاته 2 ان. نفس الشيء هنعمله مع كبريتات الصوديوم Na2SO4. تمام، لو ده تركيزه اكس ده تركيزه 2 اكس ده تركيزه اكس، لو ده عدد مولاته ان ده عدد مولاته 2 ان ده عدد مولاته ان. لكن انا يهمني الباريوم والكبريتات. هو بقى في اي مساله يا اما بيعطي التركيز او نشتغل بالتركيز او بعدد المولات. هنا في السؤال كان عاطي تركيز الباريوم، هنشتغل بالتركيز. تركيز نيترات الباريوم هو نفسه تركيز كاتيونات الباريوم، فانا هحسب عدد مولات الباريوم الموجوده في المحلول ده من القانون، عدد المولات بيساوي التركيز المولاري ضرب الحجم باللتر. التركيز المولاري كتبت الام ضرب الفي ال. التركيز المولاري اللي هو نفس التركيز المولاري كاتيونات الباريوم هو نفسه تركيز محلول نيترات الباريوم اللي هو 2/1000 هضربه في الحجم اللي موجودة فيه، الحجم اللي موجود فيه نيترات الباريوم اللي هو نص، راح تطلع 10 أس سالب 3 مول. طيب بعد كده هحسب تركيز كاتيونات الباريوم بيساوي برضو من نفس القانون ده، التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. هنا انا حسبت عدد المولات في المحلول الاصلي اللي هي قبل الخلط، وهي التي تساوي ايضا عدد المولات في المحلول الناتج بعد الخلط. يعني هنا ده عدد مولات كاتيونات الباريوم بعد الخلط وهنا قبل الخلط، وهما متساويين على الحجم بالايه؟ باللتر الحجم الجديد.
موجود فيه المحلول الجديد اللي هو تكون BASO4. طيب يبقى هنا 10^3 الحجم الجديد 1، يعني تطلع 10^3 وحدتها مول لكل لتر او مولر. تمام، هنعمل نفس الخطوات مع كبريتات الصوديوم. هنحسب ايضا عدد مولات الكبريتات في المحلول الاصلي من قانون M في الـ VL. عدد مولات تركيز الكبريتات هو نفسه تركيز كبريتات الصوديوم اللي هو بيساوي 8/1000. الحجم هنا نص، لو ضربناهم راح تطلع 4×10^3 مول. بعد كده هحسب تركيز الكبريتات في المحلول الجديد اللي كان حجمه 1 لتر اللي هو بعد الخلط. من نفس القانون قلنا هنقسم عدد مولات الكبريتات بعد الخلط اللي هي بتساوي نفسها قبل الخلط على الحجم الجديد باللتر. عدد المولات 4×10^3 حجم 1، تطلع 4×10^3 مول لكل لتر او مولر. بعد كده بحسب الكيوب بكل سهولة. بص بقى للمعادلة دي، في ايه الموجب حاصل ضرب تركيز الايونات كل المرفوع الى اس يساوي عدد مولاته في المعادلة الكيميائية الموزونة SO4 من ماينس. طلعت انا الباريوم 10^3 ضرب 4×10^3، هتطلع 4×10^6. بس هنقارن بين الكيو الناتجة هنا والكي اس بي المعطاة في المسألة اللي كانت 1.1×10^10. طبعا هنا الكيو أكبر من الكي اس بي، طالما كانت الكيو أكبر من الكي اس بي فهنا يتكون راسب ويكون المحلول فوق مشرق.